أولا هي نظرية، وإلى الآن يسموها نظرية، يعني إلى الآن لم تتحول نظرية داروين إلى حقيقة علمية ومعادلة علمية. نظرية داروين تبقى نظرية. الأمر الثاني أن ما جاء به داروين لا يؤمن به أحد من الداروينيين اليوم على الإطلاق. يعني من جملة أسس نظرية داروين أن الصفات المكتسبة تورث، ولا يؤمن بذلك أحد من العلماء اليوم. يعني علم الجينات، علم الوراثة ينكر ذلك. يعني مثلا نظرية داروين تقول بأن احنا بدأنا من حيوان وحيد الخلية، ثم تحولنا إلى متعدد الخلايا، ثم إلى حيوان برمائي كنا في الماء، ثم يعني أباءنا وأجدادنا، ثم إلى حيوانات تزحف على التراب، ثم كيف هذه التحولات حدثت؟ يقول بصفات مكتسبة. يعني مثلا مثال بسيط اللي هم يضربوا، شلون وجه القرد طويل وجوهنا تختلف عن وجوه القردة؟ يقول لأن القرود كانت تصعد فوق الجبل وكانت تطالع جوا، يواش يواش الوجوه هذه تقلصت من حيث الطول وصارت نوعا ما بهذا الشكل الموجود في وجوه الآدميين. يعني الأبو شوي اكتسب بمرور الزمن شد ورث الأولاد. لا يقول أحدنا الآن بهذه النظرية على الإطلاق، أن الصفات المكتسبة تورث. إذا واحد عنده إيد، إذا انكسرت، أو إيده طلعت فرد غدة شبيهة، ولده راح طلع غدة، أو يطلع للدنيا بدون إيد. ومن هنا قضية من أصول نظرية داروين أن الصفات المكتسبة تورث، ولذلك بمرور الزمن يصير هذا التطور. هذا ما حد يؤمن به، حتى الذين يؤمنون بنظرية داروين. صغير الطير سيأتي طيرا، مستحيل أن يوم من الأيام بيض الطير ينتج ضفدع، بيض الضفدع ينتج طير. ماكو هذا الشيء، أكو خلق منفصل مختلف. يعني ابن القرد قرد، ابن الإنسان إنسان، ابن الطير طير، ابن الضفدع ضفدع، وإلى آخره. هذا الشيء العلم يقوله.